وسائل الإعلام بمختلف فروعها تصدر للناس وتصدر للشباب على وجه التحديد نماذج وقدوات لا ينبغي على الإطلاق أن يصدر أمثالهم على الساحة الإعلامية كقدوة لشبابنا. وشفنا أن كتير من أولادنا النهاردة أصبح عندهم نموذج القدوة نفسه بقى مهزوز، ونموذج القدوة نفسه بقى مختلف تماما عفوا عن نموذج القدوة اللي احنا تربينا عليه في صغرنا. يعني الواحد زمان كنت تقوله مين قدوتك، يقول لك والله مثلا المعلم فلان الفلاني، مدرس أثر في حياته في حقبة ما من سنين عمره. واحد تاني يقول لك الشيخ فلان الفلاني، واحد تاني يقول لك أنا عايز أطلع زي الأستاذ الدكتور البروفيسور فلان الفلاني، وهكذا. كنا بنسمع ده دايما. النهاردة كتير من شبابنا تسأله يا حبيبي عايز تطلع إيه لما تكبر؟ يقول لك عايز أطلع يوتيوبر. طب ليه يا حبيبي عايز تطلع يوتيوبر؟ يعني إيه يوتيوبر أساسا؟ يعني في كتير من الآباء والأمهات هو يوتيوبر ده اللي هو إيه، دي شغلة جديدة؟ مهنة وظيفة زي ضابط ومهندس ودكتور ومستشار ومدرس؟ ايه الوضع؟ فيفاجأ ان كثير من ابنائنا النهاردة مش عايز يكمل تعليمه اساسا. يقول لك اكمل تعليمي ليه؟ ما انا ممكن النهاردة اعمل فيديوهات هابطة، فيديوهات تافهة الى ابعد حد ممكن تتخيلوه، والفيديوهات دي ساحصد من جرائها على الشهرة والفلوس في وقت واحد. بينما واحد لما يطلع النهاردة خريج بكالوريوس تربية ولا ليسانس اداب ولا اي كلية من الكليات، مع كامل احترامي لكل المنتسبين الى تلك الكليات وتلك الجامعات، ولك هطلع ايه في الاخر؟ يا ما استضفنا في حلقات من الحياة شباب حاصلين على الدكتوراه وعلى الماجستير بيشتغل سواء توك توك. يعني أنا شخصيا استضفت من الحياة واحد حاصل على دكتوراه من كلية الأداب بيشتغل سواء نقل عام، مع كامل احترامي أيضا لجميع السائقين. واحد تاني كان معاه دكتوراه استضفته في برنامج من الحياة كان بيشتغل عامل في محل ألبان. كتير من حملة الماجستير بيشتغلوا سواقين تكاتك. فلما كتير من شبابنا النهاردة يجد كثير من هؤلاء الشباب الذين كافحوا والذين ثابروا وجاهدوا في المنظومة التعليمية ووصلوا إلى أعلى الشهادات الأكاديمية وبيشتغل شغلانة مش مناسبة لوضعه لدراسته، يقول لك يا عم علي أنا أخدها من قصرها، أنا أشتغل يوتيوبر وأعمل فيديوهات وأجيب فلوس، وكل ما زود معيار التفاهة في الفيديوهات بتاعتي كل ما سأحصل على مزيد من الشهرة ومزيد من المال. الحقيقة ده كان عتبنا على وسائل الإعلام، لكن النهاردة لما نلاقي أن تصدير النماذج والقدوات اللي بيحصل من بعض المناهج الموجودة في وزارة التربية والتعليم تصدر للطلاب نماذج وقدوات من الممثلين والممثلات أيضا، مع كامل احترامي لكل من يذكر اسمه في هذا اللقاء أو لأي فئة من الفئات، لكن هل إحنا في مصر عقمت نساء مصر أن تلد لنا مثلا أساتذة جامعات ومستشارين وكبار الدعاة والمشايخ وكبار المثقفين اللي من خلالهم ممكن نقدمهم كنماذج علمية في المجتمع يحتذى بيهم، عشان خاطر النهاردة يوصل بينا المرحلة إن احنا نقدم ممثلة كنموذج وقدوة ونتكلم عنها في صفحات كتب مناهج التربية والتعليم، وأولادنا في صغرهم يدرسون مثل هذه المواد ومثل هذه القدوات؟ واحد يقول لك يا عم احنا عندنا الدكتور احمد زويل، وعندنا كتير من اساتذه الجامعات وكبار المخترعين، وعندنا كبار الاطباء اللي شكلوا علامه في الطب على مستوى العالم وليس مصر وحدها، لماذا لا تصدر هذه القدوات وتلك النماذج حتى على الاقل يا اخي نعرف اولادنا بيهم؟ كتير من أولادنا ما يعرفش حاجة عن أي حد من الأساتذة والكبار والمثقفين وكبار المشايخ والدعاة والأئمة، ما يعرفش عنه حاجة أصلا. كتير من طلابنا ما حضرش اصلا الشيخ الشعراوي الله يرحمه، ما حضرش الشيخ جاد الحق اللي هو كان شيخ الجامع الازهر، ما حضرش كتير من ائمه الدعوه في مصر سواء كان ده في الجانب الشرعي او حتى في الجوانب الحياتيه الاخرى، ما يعرفوش عنهم حاجه. طب ليس اقل من ان احنا نذكرهم في الكتب وفي المناهج التربويه بحيث ان اولادنا يدرسوا عن هؤلاء القدوات وهؤلاء النماذج الصالحه في المجتمع، وبالتالي يطلع وهو نفسه انه يكون زي فلان الفلاني. لكن لما اطلع النهارده الاقي مواقع التواصل الاجتماعي كلها خلال الساعات القليله الماضيه ما بين مؤيد وبين معارض، ايه الموضوع يا اخواننا؟ ايه اللي حصل؟ قال لك ده سيدرس في بعض كتب التربيه والتعليم نموذج وقدوه تصدر للشباب وهي الفنانه سميحه ايوب. كتير من الناس بيقول لك طب يعني طب ايه المشكله يعني فنانه؟ ناس بتقول كده على مواقع التواصل الاجتماعي، وناس ثانيه تقول لك يعني خلاص البلد ما عادش فيها مثقفين ولا كبار مشايخ ولا كبار ائمه ولا علماء ولا دعاه ولا اطباء عشان خاطر ندرسهم لاولادنا عشان نصدر لهم نماذج من الممثلين. البعض الاخر ايضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قال لك يا اخوانا ده الممثلين كانوا الى وقت قريب لا تؤخذ بشهاداتهم في المحاكم. الى وقت قريب كانوا بيعتبروهم مشخصاتيه،
مع كامل احترامي للجميع، لكن ازاي ومن امتى بقينا نصدرهم كنماذج في المجتمع، خاصة حينما نستحضر بعض المشاهد اللي كانت ليهم في بعض الافلام وبعض المسلسلات، وهذه المشاهد تحوي على هذا وتحوي على ذاك، فبالتالي كيف سيرسخ في ذهن الطالب ان هذا الشخص نموذج يقتدى ويحتذى به. حقيقة النهاردة نتناول هذا الموضوع في هذا اللقاء مع ضيوفي هذه الحلقة.